السلام عليكم أعزائي طلاب جامعة أوروك قسم التحليلات المرضية. نقدم لكم الجزء الأخير من محاضرات الأجهزة الطبية، ونتمنى أن تتابعون وتواصلون لحين ما تنتهي المرحلة حتى نبلش بالمراجعة والامتحانات. ألف شكر. الجزء الأخير من محاضرتنا هذا اليوم مثل ما تشوفوا اللي هو سبكتروفوتومتري، وهو منظومة التحاليل الضوئية. وتعتبر من التقنيات الأساسية المطلوبة في الطب، وعلى سبيل المثال كان في الولايات المتحدة الأمريكية مستشفى تابع لإحدى الجامعات سنة 73 عقد مؤتمر لزيادة التحاليل اليومية من المنظومات السبكتروفوتومتري من 1,300,000 إلى 1,500,000، وهي منظومة تتكون يعني من الاستفادة من الشدة الضوئية والطاقة الضوئية في التحاليل المكونات للمركبات الكيميائية والبيولوجية والبايوكيماوية، فتنزل شدة من الضوء اي نوت قوية على سامبل موضوع في كيوفيت، جلاس كيوفيت، انبوبة صغيرة 1 × 1 × 5 الارتفاع، فيدخل الضوء منه وراح يسوي تداخل مع الجزيئات الموجودة في المحلول ومع جزيئات المحلول نفسه، فكل واحد من المكونين راح ياخذ طاقة ضوئية، فتطلع الشدة ضعيفة مثل ما تشوفوها، فهاي الشدة العابرة وهاي الشدة الداخلة. وبالنسبة للحسابات راح تكون الترانسميتنس الشدة العابرة تعبيرهم هي نسبة اللي طلعت على النسبة الداخلية، وعادة راح تكون أقل من 1 تشوفوها. ولو ناخذ اللوغاريتم للطرفين راح نوصل إلى أن الامتصاصية تساوي لنا لوج اي نوت إلى اي على وتساوي أيضا ماينس لوج تي. يعني هذا القانون الرياضي للاطلاع تطلعون عليه، ولكن القانون الرئيسي ايش يساوي لنا؟ تتغير طبيعيا مع التركيز المكون المذاب في هذه الخلية الزجاجية، ومع العمق اللي يعبر به الضوء خلال الباث لينث اللي هو السمك مال الخلية. المهندسين رائعين جدا حولوها في كل العالم 1 × 1، ولما صارت 1 فاختصرت المعادلة إلى اي سي، وهذا هو ثابت التغير ونسميه المولر اكستنكشن كوفيشنت. ونطلع ندخل مثلا محلول من كلوريد الصوديوم بتركيز مثلا 10 غرام باللتر، راح تطلع له ابزوربنسي مثلا خلينا نقول 0.2، فمعناه راح تكون الايشو صار 0.2 على 10 وتطلع مثلا 0.02، فعرفنا الاي. فلما نخلي محلول منعرف تركيزه من كلوريد الصوديوم نفس الماده اللي طلعنا الاكستنكشن كوفيشنت مالته، فراح تطلع له زشي مثلا 0.5، فراح نضرب 0.5 في 0.02 فراح تطلع لنا التركيز الحقيقي اللي هو 0.1 جرام بير لتر. فهذه الطريقة المثالية البسيطة يعني، ولكن هي أصبحت stick to computer convert by software. ماذا يتحلل في هذه المنظومة العملاقة؟ يتحلل صور البلود كاملة، السيربرو سباينال فلويد يعني النخاع الشوكي، سائل النخاع الشوكي، اليورين الادرار، الاميونيتيك فلويد يعني السائل الجنيني، وكونتينوس مونيتورينج اوف بيشنتس يعني من الممكن تكون اونلاين على مدار الدقيقه تعطيك تحاليل الموجوده من هاي الاشياء، هيموغلوبين، اريثروسايتس، الكريات الدمويه، هيماتوكريت، الأقراص الدموية، الأميليز، إنزيم بالروبين، الصبغة الصفراء هاي مال الأطفال درومبالهم في كل لحظة إنه يكون أبو صفار يصعد،
كوليسترول، قهر الكبار، الجلوكوز، اليوريا، الكريتانين، اللايبيز، الترايجليسرايز، الألبومين، الكحول، الأمونيا، الكبر، المغنيسيوم، اللاكتيت، كالسيوم، ايرون، مغنيسيوم، ألمنيوم، صوديوم، كربونات، كربون مونوكسيد، and even certain enzymes، وهناك انزيمات محددة. هذه المهمة اللي لذلك احنا هاي المنظومة مهمة وبها. شوف الخلية هذه فد انبوب شعري يتصل يدخل دم المريض من هنا. هاي الويندو اللي يطلع منها الاي، منها يدخل الاي نوت، منها تطلع الاي، تروح على الديتكتر الكهرباء، تتحول الشدة الضوئية الى كهرباء بمقدار التركيز المادة اللي كانت موجودة. الحقيقة مكوناته من مصدر ضوئي وفتحة ومنشور يحلل لنا ويفلينكس معينة، والخلية اللي قلنا واحد في واحد في خمسة، إذن الباث واحد حتى سوالنا قانون نستفيد منه. في الديتكتر الكهربائي خلية ضوئية، يوقع الضوء يتحول الكهرباء، إذا تركيز عالي كهرباء قليل لأنه امتصاص يصير، إذا تركيز واطي كهرباء عالي، فهذه تدخل ضمن الكمبيوتر بتراكيز تتحدد. هذا اللي تشوفه قدامكم سينجل سبكتروفوتوميتر، مطياف تحليلي ضوئي ذو ممر واحد، هذا ممر واحد. الحقيقة الضوء هنا عندنا ضوئين تو لامبس تعتلق اوتوماتيك، واحد مثلا فيزيبل اللي هو تنجستن مثلا او اي شيء ينطينا فيزيبل اي مصباح، والثاني يوفي مصباح يوفي. فاذا كان احنا بدنا نخلي عنصر مثلا الكالسيوم، هذا يحتاج مثلا يوفي لايت، فالجهاز يتحول اوتوماتيكيا على اليوفي لايت، ويحتاج مثلا موجه محدده يعني مثلا 300 نانومتر، فهو المنشور اوتوماتيكيا يطلع لنا من هنا الموجه المحدده. بدلنا بالصوديوم او بالكبر، النحاس فيزبل، فراح يجينا فيزبل ويحتاج 542 نانومتر، فالمنشور راح ينطيني 542 نانومتر تطلع من هاي السلت، هو يتحرك يعني اوتوماتيكيا وتروح على الديتكتر. بس هاي الجهاز الطريقه الشغل القياسي تم على خطوتين. اول خطوه ناخذ الماده اللي المذيب اللي ذوب لنا الماده، مثلا الماء او الكحول او الايثر، ناخذ له الابزوربنسي اول خطوه. ثاني خطوه نجيب خليه ثانيه نظيفة نخلي بيها المحلول اللي نريد قياسه، فراح لما تدخل راح الضوء الداخل ويا المحلول ويا المادة المضامة، فأيضا تقل الأبزوربنسي فيأخذها، والجهاز بعدين يترجمها إلى نطرح ثانية من الأولى وتطلع المكون. المهندسين ممتازين سووا دبل بيم سبكتروفوتوميتر. هذا ليش دبل بيم؟ راح واحدة تروح إلى الريفرنسز اللي تعطينا المذيب، وتروح على السامبل اللي المذيب مع المادة، فبعدين تنطرح هذه، تنطرح من هذا اللي فوق وتروح للريكوردر وتسجل. اليوم السبكتروفوتوميتر كمبيوترايز، وهذا ينطيك مئات الالاف من التحاليل في اليوم، وتشوف النتائج فلان ابن فلان سامبل كذا فلان شيء، هاي التحاليل تتأرشف 100 سنة محفوظة، وممكن إذا نتيجة بها اشتباه تشابه وتروح إلى المرجعيات إلى الأمور، فأنت بس تخلي ملايين النماذج وعليك الصافية تأخذ تقرير. الآن الدرس الثاني اللي هو الإلكتروفوريسيس، واللي هو عبارة عن مجال كهربائي يسلط على الجزيئات العضوية. الجزيئات العضوية عادة بها شحنة، مثلا الأمينات البروتينات. البروتينات تتكون من أحماض أمينية، بلمرة لأحماض أمينية. هاي الأحماض الأمينية كل حامض أميني، الأحماض الأمينية هي بها صفة سموها زوتر أيون تشارج. زوتر أيون تشارج، هذا العالم اللي اكتشفها زوتر
ايون شارج. يعني الاحماض الامينيه بها شحنه موجبه بالوسط وشحنه سالبه على المحيط. فاوفر اول شحنه على هذا معناه سالبه راح تكون. فلما نسلط جلد نسلط جود كهربائي هنا راح هذه تتجه الجزيئه نحو القطب الموجب. وانتم تعرفون الامينات الدي ان اي هي عباره عن بلمره لعدد كبير من الاحماض الامينيه. ف اكو مولكول مثلا البلمره مالته 50 حامض اميني، الاخ 100، الاخ 400، وهكذا. يعني بلمره لاحماض امينيه متعدده، فالتشارج انها تكون قويه او شديده او وسط. فراح لما نسلط جهد الكهرباء 1000-2000 فولت في حوض، راح هذه تصير على شكل بانز، يعني موجات خطوط تطلع على شكل خطوط. فمن الخطوط الخضراء يبينون طريقة قديمة ما زمان أجدادنا، تبين الخطوط القديمة أنه هذا دي ان اي عضوي أو هذا بروتين نباتي وهكذا. حوض الالكتروفوريسيس هنا القطب الموجب، هنا القطب السالب. هنا نخلي المحلول مالتنا دي ان اي او البروتين ونمليه بالبفر سوليوشن. البفر سوليوشن فد محلول يثبت لنا الشحنه اللي على سطح المولكيول حتى تبقى ذا صفه تتبع احد الاقطاب المعاكس لها. هذا واحد لاخ يعني وهذا يشتروه يعني الان موجود جاهز وطريقه قديمه. طبعا الابندورف بايبت هنا جهاز راقي جدا واكثر من الدقه. هذا بامكان ان نعطيك واحد بالالف من المايكرو من المليليتر، واحد بالالف من المليليتر. والمضبوط لما يوزن بميزان فورتجت كود ثلاث محاولات تطلع كلها متطابقه بالارقام. هي متطابقة بس احنا لازم نكون دقيقين، مثل ندرب نفسنا على الدقة. وزن مثلا فد 5 مايكرو لتر لازم تطلع وزن، من نعيد الوزن مرة أخرى ميزان حساس تطلع نفس الأرقام. يلا أقول تعلمت على العمل مالك. عندما تتعامل بجهاز دقيق يجب أن تكون أدق من عنده. أهم شيء اليوزز، أنا أريد منكم اليوزز. دي ان اي اناليسيس، البروتين انتي بادي انتر اكشنز، testing of antibiotics, testing of vaccines، يعني تحليل الدي ان اي وتحليل الهرمونات المناعية، هذا immunoglobulin، هذا يجب أن يتحلل باستمرار عند المرضى اللي شوية مناعتهم. فلما يكون قليل راح الانسان يحاولون يزودون مناعته بادويه باغذيه. كذلك الانتيبايوتيك لازم تنفحص يا جماعه، تركيزها قليل مو مطلوب، مو هي تركيبها الفراغي مو صحيح. ايضا عندنا الامبروفد دايجنوزز، اكو ناس عندهم امور تتعلق بالكريات الحمراء، فهاي تنطينا نتائج عن الامور الجينيه الموجوده، الاختلافات الجينيه بالنتائج مال هاي الكريات الدم الحمراء، فمعناه ان نكون هناك في علاج مبكر لموضوع الدم. عندنا الالكترونيك بيبر انك، هذا اكو الان الاستنساخ الحديث ما عمل على هذا الحبر، لا حبر شحن يشحن وينطينا شيء نظيف. بعدين الانك انا نسيت اقول لسه شنو قيمه لا هذا كلش مهم. لو ما هذا الفحص موجود ويدبر لنا الالكتروفوريسيس كان يوميا 1000 واحد يسوون عمله مزوره تنزل للسوق، بس خلي رجال واحد يسوي وهذا الجهاز موجود. جينيتيك فينجر برنتس هاي كلش مهمه، يعني مو هذا الجهاز يعطيني بانز، لا راح اراويكم الالكتروفوريسيس الحديث، يعني هو هذا اللي يعطيني فينجر برنتس. التحريات الجنائية يجب أن يكون عندها هذا الجهاز الجيد، ويجب أن يكون عندهم الدي ان اي سيكونزرز والدي ان اي ريدرز، هذه إمكانيات دولة ومنظومات عملاقة، وأيضا كنترولد باي سوفت ويرز. احنا محتاجين تعرفون موضوع الكرادة، يعني اللي صار كان مأساة، وكان
يعني كنا محتاج التحريات الجاية كلش ما تفيدك بالأمن الوطني، الأمن القومي، أمن البلد، كلش مهمة. لازم شوية كل شيء نجيبه. separation and explosions، يعني الاكسبلوزيفز، عندك لا الله يبعد الشر قنبلة تنضرب أو تفقيق أو عبوة ناسة بالبصرة، بالموصل، أربيل، هذني لما تيجي تحللن هن آثارن تحللها بالكتروفوريسز يمكن يشوف مصدرها واحد نفس المكون، فهاي أيضا تفيد. هاي الابليكيشنز مور اور ليس مثل ما حكيناها، هذه الصوره مال الدي ان اي تطلع لنا بالالكتروفوريسز. هذا الالكتروفوريسز الحديث نسميه كابيلاري الكتروفوريسز، وشركة اجلنت هذا امريكي الكتروفوريس موجود الان منا بالعراق كل شوية، يعني في جامعاتنا قسم منه، وجهاز رائع، واتمنى يبقون يستمرون على الخبره مالته والتجربه مالته والعمل به. لترين من البفرات تبقى عمر الجهاز لو 25 سنة يشتغلها تبقى متخلص، لأن جزء بسيط من السي سي لكل تحليل لا يستحق الذكر. زين هنا أنا مرتبطة بالكمبيوتر تتأرشف النتائج وتتناقش وتتوضح، فهذا لسه موجود بس بقت يحتاجون الدينس كوينزارز والريدرز. عندنا الكروماتوغرافي، هذا آخر موضوع وراح شرحه على السريع. هو يتكون عندنا فد موبايل في يعني موبايل فيز، هذا عمود فارغ، احنا نبني مادة صلبة تمتص المواد الموجودة في محلول معين، مثلا نبني بسيليكا او الومنا، فلما نملي بس برص شديد كلش رص شديد نستعمل ضغط، فمن مليانون هذا الكولوم صار كولوم الومنا، مثلا لما نبينا سيليكا صار كولوم سيليكا. فأي كولوم مثلا عند الآن كبريتات النحاس أطلع مذابة بالماء أريد أفصلها أطلعها، يعني عدد من كبريتات أخفت 10 مركبات للكبريتات أريد أطلعها وأوخر الماء أطلعها واحدة، فشو أسوي؟ أجيب هذا المحلول أضخه في مضخة عالية الضغط، راح يجينا راح يصل الزوبشن يتشلب المركبات العشرة واحدة ورا الأخ حسب قوة التصاقه، وراح يطلع لنا الماء خالي، ومن يطلع الماء خالي شوف نانا يبين، فيتبدل هذا الويست يروح ويست هذا يتبدل، يجي الآن أول فلاسك أو أول يعني ريزيرفر يعني خزان راح يخزننا أول مادة تطلع. من طلع الماء ينتهي شو راح نخلي؟ مثلا نخلي مادة قاعدية فقاعدية درجة معينة من نخليها تنضخ أيضا، راح تطلع لنا المواد اللي تشلبت بالعمود واحدة ورا الأخرى. فأول مادة راح تطلع اللي هي هاي، ورا ما تخلص نوصل إلى المنطقة يتبدل، فالمادة واحد طلعت هي ورزرفر ما تيجي الرزرفر الثاني همينة تنضب، من تخلص تتبدل يجي الرابع والعاشر وهكذا. فهذه طريقة جدا دقيقة في التحاليل، وخصوصا الأمور اللي راح أذكرها كلش دقيقة. مثلا أولا تفيدنا بالفورنسيك، يعني أيضا التحريات الجنائية، ليش؟ لأنه تفيدنا لفحص الدواء، ناس ماتت في الدواء معين يشتكون بالتحريات الجنائية يجيبوا الدواء لشان يفحصوا دقيقة قول الفصل الـ HPLC ماكو غيره. زين 30 سنة في أوروبا لحوم حصن وحيوانات معلبة تنباع بالمعلبات، من فصل الـ HPLC 100%. زين وراء المعلبات كلها فحصوها أيضا بالـ HPLC. الـ HPLC High Pressurized Liquid Chromatography، يعني الكروماتوغرافيا السائلة تحت الضغط العالي. HPLC High Pressurized Liquid Chromatography.